السلام عليكم ورحمة الله. زلف اللون أخي المحجور أختي المحجورة. موضوع اليوم هو واش كوفيد 19 غادي يبقى عايش في الصيف. هذا السؤال يطرحه العديد من الناس اللي تيظنوا أن الفيروس فهو فقط يتأثر بعوامل هبوط أو طلوع ديال الحرارة، حيث أن حتى الآن ما كاينش شي إلمام أو لا شي تجربة سابقة لهذا الفيروس بالضبط، اللي هو مستجد. لا نعرف حتى كيف ستكون استجابته مع الحرارة، مع الرطوبة، مع أمور كثيرة. لذا فإن المنظمة العالمية للصحة فهي لا زالت توصي حتى الآن بعدم التراجع على الإجراءات الاحترازية للحجر الصحي والتباعد الاجتماعي. وكما في البرد أو في الصيف، فهناك مناطق في العالم حتى الآن تعرف درجات حرارة مرتفعة في بداية شهر أبريل، ورغم ذلك فليس هناك تراجع للفيروس، حيث الفيروس ديال كوفيد 19 لا يمكن مقارنته بإنفلونزا عادية. ورغم ذلك فالإنفلونزا تستطيع العيش في فصل الصيف، ورغم وجود كاع هذوك وسائل الحماية ووسائل العلاج، الكوفيد 19 لا علاج له ولا حماية له، يعني لا وجود لتلقيح حتى الآن. وأننا نخاطر بهذا السؤال واش غنمشيو لفصل الصيف نرجعو كما كنا كنديرو سابقا، فهذا مستبعد جدا. دونك هذا سؤال يفرض نفسه اقتصاديا واجتماعيا، هل ستعود الحياة للسيرورة ديالها الطبيعية الروتينية؟ هل سنرجع إلى ديك الأوقات ديال التجمعات العامة لحضور مهرجانات وموسيقية، ويكون في هذا الاختلاط بشكل تقاربي دون لتطبيق ديك مسافة ديال الأمان بين شخص وشخص، والكمامات وكذلك فهي كتحط الإنسان واحد لابوزيسيون ماشي إرغونوميك باش يعيش في هذيك أجواء الصيف. وهذا السؤال ديال واش على الصيف، فسابقا أجاب عنه الرئيس الأمريكي بعفوية، حيث في أواسط شهر يناير قال لا داعي للخوف، فغادي تجي الحرارة الصيف وسيذهب الفيروس منه لراسه. كيفاش غادي يمشي هذا الفيروس منه لراسه؟ احنا أصلا في شهر أبريل ولا زال الفيروس غادي في تصاعد، يعني الانتشار ديال عدد الوفيات دابا في الولايات المتحدة فقد تخطى النيفو اللي كان فيه في إيطاليا. لذا فالحكومة الأمريكية التجأت للمختصين في الإبيديميولوجيا وفي البيولوجيا، نظرا لأن هذا السؤال غادي يحطنا قدام مصاريف ديال تعقيم الأماكن العامة في خلال فصل الصيف، لأن هذه عملية التعقيم تتطلب أموالا طائلة. والإجابة على السؤال خصو بحث معمق، علمي معمق، للإلمام بجميع الظروف التي يستطيع الفيروس، يعني التصرفات للإلمام بتصرفات الفيروس في درجات حرارة دنيا كما في درجات حرارة مرتفعة، يعني لاستكمال ما تم التوصل إليه في الصين وفي روسيا حتى الآن فيما يخص إبيديميولوجية الفيروس. ورغم هذا، يعني رغم هذا، فبحال اليابان اللي كانت ستحتضن ألعاب القوى ديال 2020، فلقد تم تأجيلها بعد التوصيات ديال منظمة الصحة العالمية.
والسؤال كما قلنا الذي يطرح نفسه، واش الحرارة فعلا تستطيع القضاء عليه؟ هذا السؤال كان هو عنوان ديال بحث علمي قام به جوج ديال الباحثين، منهم واحد سميتو قاسم بخاري ويوسف جمال، واحد منهم في البيولوجيا وواحد آخر في علم البيئة، متابعين بجوج الام اي تي ماساتشوستس انجينيرينج تكنولوجي انستيتيوت اوف تكنولوجي. واش بوحدها، واش الحرارة بوحدها، واش الحرارة مع شي حاجة أخرى؟ هادو كلها أسئلة علمية محضة ودقيقة. للأسف اللي هو معروف سابقا أن حرارة ديال ارتفاع درجة الحرارة حتى 50 درجة قد لا تقتل واحد بعض الأنواع ديال الفيروسات التاجية، ومن ضمنها فيروس ميرس، حيث أن فيروس ميرس كان تفشى في السعودية في 2013 في أواسط شهر أوت غشت، يعني شهر غشت في موسم الحج ديك الساعة، فلم تستطع تلك الحرارة أن توقف تفشي فيروس ميرس. ومن بين النتائج ديال هذه الدراسة أن الفيروس يتأثر بشكل ماشي بديك الوتيرة، يعني ماشي لدرجة الاختفاء، إنما هناك تناقص في وتيرة تكاثره وفي أمد حياته عند درجة 21 حتى 23 درجة مئوية، التي توافق بسميتو بالفارنهايت بين 70 و 73 فارنهايت. وتمت ملاحظة تكاثر الفيروس على مساحات مختلفة من مواد مختلفة كالكرتون والزجاج والبلاستيك وأمور كثيرة، واتضح أن أدنى حرارة اللي هي 4 درجة يستطيع أن يعيش فيها 28 درجة في الوسط الخارجي على جسم الإنسان، وعلى برا ديالها في 21 و 23 درجة يمكن أن يبقى 72 ساعة. إلا أن الحرارة فهي واحد البارامتر يختلف من منطقة إلى أخرى، حيث أن الدراسة قامت بمقارنة بين أستراليا كبؤرة ديال الحرارة مع منطقة في إيسلندا اللي تكون باردة، والفرق بين هاد الجوجات أن وحدة في النصف الشمالي للكرة الأرضية والأخر في النصف الجنوبي. وهنا الاختلاف عنده تأثير مهم، حيث أن تمت ملاحظة أن المناطق تفشي الفيروس كاينه بين جوج ديال خطوط الطول بين 30 درجة و 50 درجة. وهذا السؤال كان يحير العلماء كثيرا، حيث اتضح أن هاد وتيرة، يعني هاد طريقة الانتشار ديالو بين هاد جوج ديال خطوط الطول لها علاقة وطيدة بالأشعة الفوق البنفسجية. يعني احنا نعرف أن التوافد ورود ديال أشعة الشمس فوق الأرض تختلف من الشمال نحو الجنوب، فتكون أكثر تركيز في الجنوب نظرا أن هناك واحد الميلان ديال محور دوران الأرض، إن المناطق الجنوبية ديال جنوب خط الاستواء تكون أكثر حرارة وأكثر استقطابا للإشعاعات فوق البنفسجية. يعني هذا مقارنة مع تفشي الوباء بشكل عام. والسؤال بوحده، هل الحرارة لوحدها تكفي؟ لا، الجواب لا تكفي الحرارة بوحدها، بل لكي يتأثر الفيروس بشكل ملحوظ خاص تكون حتى هو تزايد في لوميديتي، يعني في الرطوبة، درجة الرطوبة تلعب واحد الدور مهم دائما بمقارنة منطقتين على حساب ما تقوله الدراسة. فبحال إيسلندا فيها واحد العدد أكبر، يعني وتيرة التزايد ديال الفيروس أكبر من أستراليا، رغم أن العدد في أستراليا أكبر، لأن ساكنة إيسلندا أقل من عددا وأقل كثافة من سكان
أستراليا اللي معروفة أن فيها حرارة جد جد مرتفعة، وكذلك أن هناك واحد التركيز كبير ديال الأشعة فوق البنفسجية في أستراليا اللي موجودة جنوب خط الاستواء. ومن ما توصلت إليه الدراسة أن في تزامن يعني تقاطعا مع ذاك خط الطول ديال 30 درجة جنوبا اللي يمر بالمغرب عندنا نيت في مناطق أكادير، أن يبدأ تناقص يعني تناقص وتيرة التزايد وتكاثر الفيروس عند 3 كيلو جول متر مربع، يعني من جنوب خط الطول ديال 30 درجة شمالا هناك تزايد في التركيز ديال الأشعة الفوق البنفسجية. وسنرى بالنسبة للمثال ديال المغرب، سنحاول أن نشرح ذلك من أمثلة ديال المغرب، حيث أن ورود هذوك لي زولترافيولي أو الأشعة الفوق البنفسجية يؤثر كثيرا في الفيروس، مع العلم أن بعض وسائل التعقيم عند أطباء الأسنان والمستشفيات يستعملون هذه التقنية ديال الأشعة البنفسجية لتعقيم الأدوات الجراحية. دونك كيف قلنا، على تركيز ديال 3 كيلو جول متر مربع توافق درجات حرارة، يعني درجات ديال الحرارة اللي فايتين 26 درجة جنوب الكرة الأرضية، يعني جنوب خط الطول ديال 30 درجة، ومع واحد يعني باش يكون هناك تأثير فعال على الفيروس ضروري تكون هناك واحد الرطوبة ديال 40%. إلا أن الرطوبة فهناك جوج ديال لي بارامتر اللي تتحكم فيها، كاين الرطوبة النسبية والرطوبة المطلقة. دونك بالنسبة للرطوبة المطلقة خصها تكون على الأقل 10 غرام في المتر المكعب. إلى خدينا هواء، الهواء ديال شي منطقة مثلا، خص أننا نعاير فيه 10 غرام ديال قطرات الماء في وسط واحد الهواء فيه متر مكعب، يعني حجم ديال المتر مكعب تكون فيه على الأقل 10 غرامات. يعني فوق من 10 غرام يبدأ الفيروس في التراجع وفي ال... في في الضعف والوهن. ملاحظة في المغرب، أن في المغرب نلاحظ أن الفيروسات كلها البؤر ديالها كاينة سطات، كاينة الدار البيضاء، وكاينة مراكش. مراكش معروفة بأنها منطقة كتكون جافة وسخونة، ولكن إذا رجعنا لأكادير شوية غادي هناك تناقص ملحوظ. وأغرب في ذلك، كل ما غادي المناطق الصحراوية بحال قلميم والعيون الداخلة نصل إلى الداخلة فيها 0 حالة، والعيون فيها حالة واحدة، وقلميم حالة واحدة. وإذا جينا نشوفوا هاد جوج الحالات، ماشي هما الحالات، هاد الحالات غيكونوا وافدين من مناطق قارية ماشي مناطق ساحلية. لذا فما توصلت إليه تلك الدراسة يشرح بشكل ملحوظ هذا الفرق بين شمال المغرب وجنوب المغرب، يعني فوق من خط الطول ديال 30 درجة وجنوب خط الطول 30 درجة. لذا لحد الآن ما توصلنا إليه أو لا ما عشناه نحن كبشر حتى الآن ليس إلا إلى غاية شهر مارس، يعني واحد الانترفال بين 3 و 17 درجة، يعني في وقت ديال فصل الشتاء، يعني يوافق 37.4 إلى 62.6 فارنهايت. لذا يجب على حساب الباحث الدكتور جميل سعيد، لا يجب على الدول التي تقوم الآن بمجهود في محاربة الفيروس أن تقوم بالتخفيف من شروط الحجر الصحي، لأن ذلك غيكون عنده واحد التأثير ملحوظ في عودة الفيروس بقوة.
تقول الدراسة أن حتى الآن الوسائل الوحيدة لمحاربة الفيروس تبقى الوسائل التقليدية في انتظار التوصل إلى لقاح، وهو التباعد الاجتماعي وتطبيق كل شروط الحجر الصحي والسلامة الصحية، منها عدم السلام باليدين، التباعد على الأقل متر، العمل عن بعد، تجنب التجمعات، البقاء في البيت أكبر وقت ممكن، وغسل اليدين. هذه هي الوسيلة الوحيدة مع القيام بمجهود مجهود كبير فيما يخص تعقيم الأماكن العامة. إلا أن أغرب شيء توصلت إليه الدراسة، رغم أنه ماشي هو الموضوع ديال هذا الفيديو، أن الشيء الوحيد الذي يكرهه فيروس كورونا هو النحاس. النحاس هو المكان الوحيد الذي لا يستطيع الفيروس أن يعيش فيه أقل أكثر من ساعة، يعني أبعد 60 دقيقة أو أقل من 60 دقيقة يلاحظ أن الفيروس يموت بشكل نهائي. وما ومن بين لي كونكلوزيون أو استنتاجات الدراسة أن الفيروس لن يموت بشكل نهائي كما كان يتكهن به الرئيس الأمريكي بوش، بل سيبقى حيا حتى وصول فصل الشتاء ديال 2021. يعني من هنا لديك الساعة الحجر يصعب أن ننتظر من حكومات العالم أن تتراجع على وسيلة الحجر، لأنها من غيرها غادي تزيد عدد الوفيات بعدد كبير، رغم أن الصيف وحرارة الشمس كنا نعقد عليها أملا كبيرا، للأسف فلن يكون لها تأثير كبير على هذا الفيروس المستجد، وتبقى يبقى الالتزام بهذه شروط الحجر هي الوسيلة الوحيدة لمحاربته. وشكرا على انتباهكم.